بسرعة. بالعكس بالعكس السيارة كتير هادية، حتى رايح خفيف السرعة. فريم معه بلوت، الفريم معه بلوت، الفريم ما عم يمسك ما بيمسك. ولك صار نص الليل ولهلا ما اجى، ليش ما عم بيطلع تليفونه كمان؟ انك ما بعرف، حتى انا كمان اتصلت عليه اكثر من مره عم بيطلع خارج نطاق التغطيه. ان رقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطيه حاليا. مغلق مغلق. طولي بالك طولي بالك، هلا ما بيطلع اي غير اجى. طولي بالك. وإنابة أنا ما عاد أصبو أكثر من هيك منوب ها خاصين. إيه إيش بدك تعملي يعني مثلا؟ أنا بدي أطلع أدور عليه برا بقى. ولك أنت مجنونة؟ وين بدك تدوري عليه بنص الليل؟ ما بعرف بالحدايا بالمشافي بالمخافر مو من لاي. أنت خليك بالك. ولك أنت ليش نايم هون؟ مين؟ شو؟ ايش فيك؟ انت ايش نايم هون؟ لا 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 ماني نايم هون. كنتوا ليش عم تبعتوا تليفوناتكم؟ كنت عم بسوق السيارة والفرام ما عاد يمسك وعملت حادث واغمي علي ولك انت مهبول شي انو سيارة؟ انت كنت بالمعمل عم تاخذ درس علوم بعد الك السيارة تحت مصفوفة. تحكي علي مفكرتيني مجنون؟ انا بايدي كنت عم بسوق الفرام ما عاد يمسك وقلبت السياره. لك انا متاكد طعم تعال طول تعال. لا تعبي لا تعبي لا تعبي، خلص خلص ما راح اقرب. طول طول بعدي هيك بعدي. لا حدا يقرب عليك لا حدا يقرب عليك لا حدا يقرب عليك. شوفي شبك شبك عبالة ما دخلك حدا يقرب عليك. الكل جنوني انت حدا يقرب. ولك عبالة عبادة عبادة عبادة. ولك شو بعبادة؟ شو عاملة معه؟ ليش هيك عم يرقد ورايح شبه؟ ولك ما بتقول شيء، ايش بدي اعمل له؟ طلعت تبعنا بيدور عليه بلاقيه نايم على الدرج، قربت عليه بدي فيه نط وصار يعيط وصار يقول لي يا تقربي علي منو؟ بعدين صار يحكي شغلات غريبة، قال شو؟ قال كان هو عم بسوق السيارة ودي يمسك فرام ديك بس فرام ما عاد يمسك معه منو؟ قال شو كمان؟ قال عمل حادث. ايه؟ قال عمل حادث والسيارة قلبت تكسرت وليك السيارة تحت مصفوفة. لا هو قال اغمي عليه وليكو عم بيمشي على رجال الله. انا مجنونه يعني؟ بالله عليك انا مجنونه يعني؟ والله من ناحيه انك مجنونه مجنونه رسمي كمان. نعم؟ قلت شي انت جاي؟ انت شو سمعني عيد؟ مش كنت بقى انا كنت عم بقول لازم ما بصير نسكت على موضوع طويل نحن. صح صح نحن لازم ما نسكت على موضوع منوب ابدا. غبوا بلا لقوم يرجعوا هدول على البيت مرة تانية. أنا قلت البيت بسكون بالعفاريت، البيت بسكون بالجن. أنا قلت ولك تفي من تمك، أنا عفاريت وأنا جن. نحن مو جبنا شيخ على البيت وطلع وقال البيت ما فيه شيء منوب وبعدين البيت كلياته قال ما فيه شيء، منين طلع انت بالقصاص ولحد الآن ما صار شيء وشغل قرآن بالبيت وخالصين. لك هذا اللي صار مع عبادة. إيش اسمه؟ إيش اسمه بالله؟ بكون تعبان وصاري هلوس هلا. على كل أحوال تفوت تعملي لي قهوة لأنه أبوي جاي يشرب قهوة عندي. ماشي رايح اعمل لك القهوه انا، بس انت روح احكي معه فهم انه شو القصه. يخرب بيتكم من حالكم عيلة مجانين. انا عندي يوم. ايه يلا يلا فورا يلا. شلون لك ناقصني مجانين لانه انا ما في حدا ما في حدا. بس بس صرت هيك بعمل صرت هيك بعمل. بس بدي انا بدي انا لحدا يدخل لعندي منوب منوب
مش عم تقول روحي اعملي لي هيك يا عندي داخل علي هيك متقدر مستعجل مشان تقولي اعمل لك هيك يا سيدي ما بدي اعمل لك وخلص طبعاً روحي وبسرعه احسن لك لا وعم حدد كمان ماني عملت لك يلا لشوف ولا اروح اعمل له احسن هذا ما يروح يقول لامي وتجي امي تقول لي محاضره بساعتين ما تخلص لحظه هيك عبادة خلص تعال ما في حدا وين راح هلا كان واقف هون عبادة يعني ما بدي اروح اسوي جني حتى يختفين اي لا بابا انا بدي افهم يعني انت رح حاط قلي وتروح التان عبادة ولك عبادة ولك عبادة عبادة لا تخليك هيك احسن خليك نايم خليك على وضعك هيك اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن المقترح الأوروبي ل مجودة؟ مجودة؟ نعم عبادة؟ أوف ما في حدا؟ كان أبو كان عم يحكي معي؟ من الصوت اللي سمعته هلا كان واقف هون؟ قولك أنت ما بدك ترد يعني؟ ما في حدا؟ أنا بلشت أخاف أنا وين راح يدعي عبادة؟ قولك شبك؟ ليش خايف عم تعيط؟ أنت ما عاد تختفي وينك؟ لا حاضي خليك جاي عندك يلا عبادة قولي وين رحت من غير شيء انا بخاف ولك شبك انت وياها ما عاد تعرفوا تلعبون العبي ولك خدوش يخرب بيته رح الكيمي زباي عليك خلاص شبك انت كمان ايش في احكي مع عمك بدها اياكي هلا ولك انت فيك شيء مو قد نايم هلا انا شفتك بعيني نايم خليكي لا تردي يلا جيت عبادة يو يكلا مرح هيك هلا دايما مرح هيك وين راح امي عبادة الله كان هون وين راح عبادة وشو صار معك عبادة بقى بالله ولك انت محبولة شي مين هو انت عم تصخيني ولك انا ما شفته عبادة مو على اساس نايم ولك ايه انا عديت وشفته نايم حاش تمزحوا بقى روح ايه صح عبادة انا كنت بلعب على انت بلعب بالطابة ايه جاي يسخني ادور عليه جاي يختفي ايه جاي يسخني ارجع ادور عليه جاي يختفي بعدين فتح الباب وبيته وراح اختفى وحدة عم بتقول كان واقف معه وواحد عم بقول كان عم يختفي حليها بدك تحليها ايه بقى خليكم انا رايح اشوف بعيني اشوف بعيني انا ها ليكن ايه نايم بتخته لهدول جنوا رسمية لأنا من غير شي مجنونة يعني هو طيع عالي نظامي وليش من غير شي مرعوبة خلقها أنا ها شو صار معيك ليكو نايم تحته لا تجنونوني ها انت وياها يعني أنا كان عم يتهيأ لي لا مستحيل أكيد في شي غلط أنا من أكدي حاول اسرع بينا كون هذا جدك جاي يشرب عندي قهوة انا وياه مفتح له خرب بيتكم عيشتونا على اعصابنا اليوم شبك ابو عبادة